المواطن المصري الحقيقة عنده تحديات كثيرة جدا وعنده احتياجات كمان كثيرة جدا، لكن أغلب الاحتياجات دي مقدورة عليها. يعني بمعنى إيه؟ بمعنى أنه بقى عندنا النهاردة من القدرة، نتيجة طبعا سنوات طويلة قوي من مشاكل اقتصادية ومستوى الدخول اللي مش بيعلى قوي مع أنه الأسعار بتزيد، لكن بقى المواطن المصري عنده القدرة أنه هو يتكيف مع الأمور دي. اللبس مثلا، لبس الأطفال، لبس العيلة كده، بنقدر نجيب حاجة دلوقتي ونأجل حاجة كمان شوية. الخروجات، الأدوات المنزلية، الحاجات اللي بنستخدمها، كل الحاجات دي النهاردة مواطن المصري عنده قدرة كبيرة جدا على التكيف والتعايش معها، وبقينا عارفين يعني إيه ندبر ميزانية البيت كده باللي ربنا بيبعته كل شهر، نقدر نجيب إيه دلوقتي وإيه اللي ممكن يتأجل لقدام. الحاجة الوحيدة اللي دايما فيها تحدي مع المواطن المصري هي الأكل. فكرة إنك تأكل ولادك إيه، فكرة إنك تبقى مطمن إن النهاردة ولادي هيتغدوا، يتغدوا بقى فراخ مرة في الأسبوع، يتغدوا خضار، ناكل الفول الصبح ونقعد عليه بقية اليوم، نفطر ونتغدى مش مهم عشاء، أيا كان بقى دي بتتوضب إزاي. عشان كده دايما الحديث عن التموين متعلق بشكل أساسي بالسلع الأساسية اللي المواطن بيحتاج لها دايما، زيت، سكر، دقيق، رز، سمنة، الحاجات الأساسية اللي احنا محتاجها دي. مع قروب شهر رمضان الكريم الكلام برضو دايما بيبقى ايه ده الأسعار دلوقتي غالية، طب هنعمل ايه في شهر رمضان؟ شهر رمضان يعني بإذن الله 30 وجبة على الفطار. السحور بيبقى الفكرة فيه قل شوية، معلقتين فول على واحدة زبادي ولا بتاع، الدنيا بتتقضى. بس الفطار في رمضان ده ليه قدسية، والعيلة بتحب تحس ان هي اكلت اكلة حلوة في رمضان، يعني ايه على قد الصيام اللي صامته. عايزين نتكلم اكتر عن استعدادات الوزارة لشهر رمضان الكريم. بنتكلم من دلوقتي لانه من دلوقتي عايزين نطمن الحقيقة ونعرف الوزارة عاملة ايه. عايزين نتكلم عن توفير احتياجات المواطنين، السلع الأساسية، هل ممكن يبقى فيها أي زيادة في الأسعار الفترة القادمة أو نقص في الأسواق ولا لأ؟ كمان الحقيقة عايز أتكلم عن الوجبات الوزارة منزلها في شهر رمضان اللي كنت لسه بتكلم عليها الصبح ولسه بتكلم عليها مبارح، حقيقة أنا معجبة بيها جدا، حسن فيها تنوع كده وأسعارها معقولة إلى حد كبير جدا، وحاجات تانية نتكلم فيها إن شاء الله مع ضيفنا الكريم الأستاذ وائل عباس معاون وزير التموين. يا أهلا بيك يا أستاذ وائل، ضيفنا الكريم في صباح دريم. أهلا بك فندم. خلينا نبدأ من النهاردة، إيه الجديد اللي النهاردة بتقدمه وزارة التموين للمواطن المصري؟ طبعا هو الجديد، احنا طبعا بمناسبة موسم رمضان احنا بنحاول نوفر الأسعار كلها تكون الأسعار فيها سياسة ثبات سعري. ثبات سعري بمعنى أن الأسعار دي كلها تكون ثابتة. موضوع الدولار اللي شاغل دماغ الناس كلها وشاغل تفكيرها ان احنا ما يأثرش على الموضوع ده قوي. فطبعا احنا بالتعاون مع السلاسل التجاريه المختلفه قدرنا ان احنا نوصل معاهم لصيغه توافقيه بيننا وبينهم ان احنا نتواجد في معرض موحد اسمه اهلا رمضان. معرض اهلا رمضان ده ان شاء الله هيتم انعقاده بدايه من نص شعبان، هيكون في ارض المعارض، وده طبعا برعايه القياده السياسيه، برعايه رئيس الجمهوريه. ده طبعا احنا بنقوله لده لان احنا عارفين طبعا مدى اهميه الموضوع ده للقياده السياسيه في ان هو يتواجد مع الناس ويقدر ان هو يوفر لهم السلع بمستوى منخفض من الاسعار وبطريقه لائقه تليق بالمواطن المصري. لا ده انا عايز اكون حضرتك بتقول الخبر ده وانت مبتسم، ده خبر رائع. معرض اهلا رمضان طبعا. لا ده ثواني، انا عايز اعيد الكلام تاني. معرض اهلا رمضان تمام تاني يا فندم، معلش، ده هيبقى ان شاء الله متواجد وفاتح ابوابه ابتداء من نصف شعبان باذن الله، يعني اسبوعين قبل رمضان ان شاء الله. فين بقى هينتشر؟ فين في ده؟ طبعا هو منتشر في محافظات مختلفه، لكن هو في المقر الرئيسي هنا في القاهره في ارض المعارض. ارض المعارض ده طبعا بنعمله كل سنه احنا في وزاره التموين والتجاره الداخليه بما يمثلها من الزراعه التنفيذيه اللي هي الشركه القابضه للصناعات الغذائيه. دي طبعا تحتيها تحت مظلتها حوالي 43 شركه مختلفه بتخدم المواطن في مختلف الاتجاهات. ده بالاضافه الى التعاون مع السلاسل التجاريه، كل السلاسل التجاريه تكون ممثله داخل هذا المعرض، والمعرض ده طبعا فرصه للتنافس، وكل ده التنافس ده بيصب في مصلحه المواطن المصري في النهايه. يعني احنا طبعا كل ده متواجد جوه المعرض، في تنافس سعري موجود، بنحافظ على ثبات سعري من الموسم اللي فات. الاسعار اللي هلاقيها جوه معرض اهل رمضان زي ولا اقل من الاسعار اللي موجوده في الجمعيات الاستهلاكيه بره؟ طبعا هي المجمعات مش يعني بنحاول ان احنا نوجد ليها فرصه في التواجد جوه المعرض، فطبعا كله بيتنافس مع بعضه. فطبعا المجمعات دي زراعة تنفيذية اللي بتمثلني انا، لكن هو بيتواجد جوه وانا عايزه ينافس، فطبعا لازم عشان ينافس لازم الاسعار تنزل ولازم الجوده تفضل جوده لائقه بالمواطن المصري، فطبعا يبقى جوده بالاضافه لثبات سعري.
فطبعا ده اللي احنا عايزين نوصل له الفتره اللي جايه. رائع. اذا معرض اهل رمضان موجود في كذا مكان في مختلف المحافظات، لكن المقر الرئيسي في ارض المعارض. المقر الرئيسي في ارض المعارض اللي في مدينه نصر ان شاء الله ابتداء من نصف شعبان ممكن المواطن ينزل يبضع كده ياخد. وكان مش عايز اقول لك السنه اللي فاتت كان اقبال كان كويس جدا وكان شركات المجمعات على سبيل المثال كويس يعني مثلا قمر الدين في طبعا اثار مختلفه طبعا منه مستويات جوده، بس في احيانا قمر الدين بيبقى مجلد قوي يعني حتى في طبعا ما هي طبعا مستويات جوده مختلفه تمام، لكن قصدي هيبقى في مستويات معقوله من الجوده في المعرض. طبعا يعني انا لما حضرتك لما دخلت في منظومه التموين كانت الناس كانت السنه اللي فاتت كان المواسم السابقه او قبل المنظومه كان كلهم بياخدوا سكر وزيت ورز مستويات جوده واحده. لا انا دلوقتي نوعت له فخليت له بقى مستويات الجوده المنخفضه والعاليه. حضرتك ده باختيار المواطن، عايز تاخد ده خده وعايز تاخد ده خده، فانا اديت للمواطن حريه الاختيار في انه يختار مستويات الجوده اللي تليق بيه. طيب رائع. وجبات رمضان بقى تمام. احنا لسه امبارح انا زي على الخبر في وجبه 24 جنيه وجبه 25 جنيه وجبه 27 جنيه فراخ وسمك وكبده برازيلي ولحمه اللي هي كبده البرازيلي متمثله في الكبده البرازيلي. حلو، كلمني على الوجبات دي يا فندم، كمان هتكون موجوده فين، الناس ممكن تشتريها منين، من اول امتى متوفره في الاسواق، وهل فيها كميات كفايه، لانه دي اسعار تنافسيه والوجبه بمكوناتها الحقيقه انا شايفاها رائعه تمام. فانا احساسي انه ان شاء الله هيكون في اقبال كبير جدا عليها. تمام، هو ده طبعا النموذج المطور لنموذج كون وجبتك. كون وجبتك احنا دي مبادره طرحناها في الفتره اللي فاتت من شهرين تقريبا او 3 شهور ان هو كالمواطن يدخل المجمع الاستهلاكي وهو اللي شكل وجبته بنفس الاسعار اللي حضرتك ذكرتيها من شويه اللي هي من 20 ل 30 جنيه. دي طبعا باسعار طبعا احنا هدفنا فيها ان هي تكامل العناصر الغذائيه للمواطن المصري، بروتين خضار خضروات كربوهيدرات كمان اللي هي الرز والكلام ده بالظبط كده. فطبعا هو المواطن بيخش ويكمل سلاته الغذائيه بالليسته اللي انا حاططها له. ده طبعا النموذج المطور لي. ليه انا حطيت مثلا اللحوم، انا حطيت لحوم نص كيلو لحمه مثلا، النص كيلو لحمه ده على 4 افراد العناصر الغذائيه او كيلو كبده برازيلي ده بالظبط في الوجبه بالظبط فندم، وفرخه مثلا وكده. طبعا انا حطيت كل ده للمواطن المصري ليه، لان انا عارف مثلا في نص كيلو لحمه ده 500 جرام هو العناصر الغذائيه العالميه المعدلات العالميه هي 110 جرام للمواطن، ف 110 جرام يبقى 440، لا انا وفرت له 500 جرام للحم ده طبعا ده في وجبه واحده. فطبعا قدرت ان انا ب 30 جنيه او من 20 ل 30 جنيه قدرت ان انا احافظ للمواطن على عناصر غذائيه يقدر ان هو يفطر فيها في رمضان، ويقدر ان هو برده سلعه يعني متهيألي 20 ل 30 جنيه ده سعر مناسب جدا للاسره يعني المصريه. هو اما نص كيلو لحمه او كيلو كبده برازيلي وفرخه انا فاكره كانت كيلو 100 جرام صح؟ في يعني مختلفه كيلو كيلو 100 يعني وفي كيلو سمك، في وجبه فيها كيلو سمك بالزبط صح كده؟ طب خلينا ناخد استاذ عبد القادر. صباح الخير يا فندم. الو صباح الخير. صباح النور على حضرتك يا فندم. يا اهلا بيك اتفضل. اهلا بحضرتك. حضرتك انا عايز اتكلم يعني بوضوح، بس يا ريت ما تقطعش على الله يخليك. ما بنقطعش على حد الخط يا فندم، لو الخط قطع طبيعي اتصل بينا تاني. انا نص معاشي بدفعه للمدرسين، النص الباقي ما بيكفيش حاجه خالص، الاسعار غليت بطريقه غير معقوله. كمل اتفضل. حضرتك اقسم لك بالله باكل الشاي اللي كان ب 8 جنيه ونص، انا جايبه ب 11 جنيه ونص في خلال يومين. الرز جايبه امبارح ب 7 جنيه من 4 جنيه. انا بجيب علاج على حسابي الشخصي، ماليش تامين صحي في الحكومه، وكنت موظف حكومه 40 سنه، 11 عمليه في ظهري، 11 عمليه في العمود الفقري، اعيش ازاي النهارده؟ خليك معايا ويجي لي مسؤول يقول لي الاسعار زي ما هي ثابته. لا حتى رئيس قال لك ان انا مشغلني الاسعار، اقسم لك بالله انا بستلف اللي بيسلفني، قال لي معيش فلوس هديك تاني، معيش اسلفك تاني. ما خليك بس معايا ما تقفلش التليفون، هو ما حدش قال ان الاسعار ما زادت، ما حدش ينفع ينكر الاسعار زادت، احنا كلنا بنقول الاسعار زايده، بس الكلام كان عن السلع الاساسيه زيت سكر رز، بس انا مستغربه ان الرز بتقول ان هو دلوقتي من 7 ل 11 جنيه، رايك ايه؟ خليك معايا يا استاذ عبد القادر، رايك طبعا هو لو بينزل الاستاذ المجمعات الاستهلاكيه. انا طبعا بحافظ على ثبات السعر ده في اسعار المجمعات اللي تخصني انا. تمام ده بالاضافه للمبادره اللي جمعتني ما بيني السلاسل التجاريه ان انا قدرت ان انا اوفر ده باسعار مخفضه. يعني قدرت في فتره من الفترات من في يناير اللي فات قدرت ان انا اقول له لا ثبت الاسعار لمده شهر، يعني في يناير طول شهر يناير
حتى مع زيادة اللي حصلت في موضوع الدولار قدر ان هو يثبت الاسعار فترة زمنية محددة. لكن انا طبعا مش هقدر افرض عليه السياسة السعرية دي، لكن اقدر افرضها على المظلة التابعة ليا اللي هي الشركة القابضة للصناعات الغذائية، شركات المجمعات الاستهلاكية. قدرت ان انا اتواجد فيها باسعار مخفضة في اسعار مختلفة جدا، هديها له على سبيل المثال وليس الحصر. يعني اللحوم ب 50 جنيه اللحمة يقدر يشتري كيلو لحمه، وكيلو لحمه ممتازه كمان، وطبعا مذاقها قريب من المذاق. نوع ايه يا فندم لحمه؟ ايه بمختلف المناشئ، يعني لحمه سوداني ولحمه برازيلي. طبعا قدرت ان اللحمه دي اديها عليقه بلدي، يعني علشان يكون المذاق مستساغ للمواطن المصري، يكون قريب من الطعم البلدي للحمه. قدرت طبعا بمواصفات محدده مع الموردين اقول له لا، اللحمه لما تجي لي هتجي لي بعمر سنتين، اللحمه لما هتجي لي هتجيني بعمر سنتين، اللحمه اللي هتجي لي مش هتكون لحمه مراعي، هيكون اللحوم مش بتتحرك في اماكن مختلفه عشان ما تربيش عضل. هيكون اللحوم دي او الـ 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 المواشي دي هتكون مش بتتحرك في اماكن مختلفه. طب حضرتك بس بترد عليه بموضوع اللحمه، بس انا هممني قوي بقى اللي قبل اللحمه يا فندم، الـ الشاي والرز. يعني الشاي لما بيقول لك الباكت كان بيجيبه ب 7 جنيه دلوقتي بيجيبه ب 11 جنيه. تمام. يعني هو الرز اساسيات بس يا فندم. هو لا، هو الرز انا مثلا انا هتكلم على عندي الرز ب 5 جنيه عندي. تمام. في المجمعات الاستهلاكيه 7 جنيه ده طبعا اكيد ماركات مختلفه، ولا الناس تروح تلاقي الارفف فاضيه؟ لا لا، موجوده 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 طبعا وموجوده، واقول لحضرتك انا بحقق فيها هامش ربح معقول. يعني انا طبعا يعني انا رسالتي هي رساله اجتماعيه في المقام الاول، ان انا احقق ان انا اوصل الخدمه للمواطن بمستوى لائق وباسعار ومستوى جوده وهامش ربح بسيط، اللي هو يحقق للشركه انها تقوم على رجليها وتكمل مشوارها. طيب استاذ عبد القادر، يعني خليك في المجمعات الاستهلاكيه معلش، طالما استاذ وائل بيؤكد انه الاسعار فيها لا محكومه وما فيهاش زياده، بيقول لك كيلو الرز فيها ب 5 جنيه، فيعني يعني خليك في المجمعات الاستهلاكيه، اشتري اساسياتك على الاقل زيت سكر رز الشاي الحاجات دي هاتها من المجمعات الاستهلاكيه. استاذ حسني صباح الخير يا فندم. استاذ حسني صباح الخير. صباح الخير يا فندم. اتفضل. ايوه يا فندم، أرجو من سيادتكم الباشا ينزل منطقة الزيتون. وطي لي التلفزيون والنبي يا أستاذ حسني. ينزل منطقة الزيتون والنبي اطفي أربع اطفي التلفزيون لو سمحت. جمعيات استهلاكية. اطفي التلفزيون عشان نسمعك. يا أستاذ حسني. أيوة يا فندم. اطفي التلفزيون لو سمحت. طفيته والله. طيب. حضرتك عايز بقى استاذ وائل ينزل الزيتون، فين بقى في الزيتون؟ ايوه اربع جمعيات في الزيتون. فين؟ روحي يقول لك ما فيش الا سكر وزيت وما فيش رز. لا في حاجه اسمها بقى وجبه، ولا في حاجه اسمها مش عارف ايه، ولا في حاجه اسمها لحمه، ولا في حاجه اسمها حاجه خالص. لدرجه ان انا كنت قاطع البطاقه. حضرتك انا من الزيتون، انا يا ريت تنزل الاربع جمعيات. انا مش بنزل الزيتون، انا حضرتك انا من الزيتون يعني. اهلا بسيادتك وانا من الزيتون. استاذ وائل ايه؟ يا ريت في جمعيه في الميدان، وفي جمعيه جنبيها، وفي جمعيه في دار السعاده، يا ريت تنزل حضرتك او تبعت حد من طرف حضرتك يسال بس في ايه؟ هيقولوا له ما فيش الا السكر. يعني حضرتك لما بتروح لاستاذ راضي، لما بتروح لاستاذ راضي في المجمع اللي قدام مدرسه المكفين، ايوه، بتلاقي السلع اللي انا بقولك عليها دي ولا ما تلاقيهاش؟ ما بلاقيهاش، ما فيش حاجه اسمها وجبه، ما شفتش عمري حاجه اسمها وجبه وتشكيل وجبه والكلام ده. حضرتك الوجبه دي بتكون معلنه في لسته محطوطه، بيقولك كون وجبتك، بتتوجه حضرتك وبتشكل الوجبه اللي انت بتختارها وبتروح تحاسب عليها يا فندم. طالما لسه محطوط بتقف في الصف بره، لا في وجبه ولا في بتاع. لا ده بالصف ده اثناء ال سكر وزيت ومفيش رز كمان. طيب هو طبعا بالصف ده حضرتك ده كان في فتره من الفترات اللي هي بتاعت لا والله ده نقاط الخبز، يعني نقاط من اسبوع بالظبط. حاضر يا فندم. حاضر، شاكرين افضل حاجه. طيب. انا بشكرك انك ايجابي يا استاذ حسني، ويا ريت اي حد كمان في حضراتكم عنده النماذج كده برضو يتصل بينا، ما فيش اي مانع ان احنا نشارك بعض كده في التجارب دي. طبعا طبعا. استاذ خطاب صباح الخير. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله انا من شبرا الخيمه من مساكن مبار. من شبرا الخيمه منين؟ مساكن مبار. مساكن مساكن نبار. مراد نبار. نبار 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 يا فندم. تمام نبار. تمام يا فندم. مساكن نبار كان عندنا مجمع استهلاكي. مساكن نبار كان عندنا مجمع استهلاكي. ده كان ايام الله يرحمهم بقى مين. فالمجمع ده مقفول بقاله سنين، واحنا ما بنشوفش الكلام اللي بيقول عليه الاستاذ. انا ما شفتوش خالص. ده الكلام ده كان ايام السادات.
دلوقتي المجمع مقفول مفيش حاجه منه. طب هل في بدايل؟ هل في مجمعات تانية عندك في شبرا الخيمة مثلا؟ مفيش مجمعات عندي. هايبر، والهايبر ده انا بخاف منه بصراحة. لا والهايبر اسعاره بتبقى اعلى نسبيا برضو من ال عندي الهايبر بس. طيب يا استاذ خطاب، ممكن تكون حاجاتهم من طول. طيب يا استاذ خطاب، استاذ وائل، مساكن شبرا الخيمه، مساكن نبار، هو كده بيطالب بتوفير مجمع. ده انا بقول لحضرتك المجمع الموجود مقفول. حاضر. طبعا هو في طبعا في الفتره اللي فاتت لما احنا طبعا اتشكلت لجنه وزاريه ما بين الوزارات المعنيه اللي هي التموين والزراعه والتنميه المحليه والداخليه والدفاع، اتشكلت خمس وزارات دي برئاسه التموين بحيث ان هي تعمل حصر لكل المنافذ الثابته والمتنقله اللي تخص الدوله المصريه في هذا المجال. طبعا عملنا حصر، لقينا طبعا التموين طبعا هي اكتر منافذ ثابته بما يمثلها من منظومه اللي هي التجار التموينيين او البقال التموين، ده بالاضافه الى المجمعات الاستهلاكيه اللي حوالي 4000 مجمع المنتشرين على 27 محافظه. فطبعا في اماكن فيها عجز فعلا، انا بذكر ده لان في اماكن فيها عجز في المجمعات، يعني المجمع مش موجود او مجمع بعيد ما بيغطيش النطاق الجغرافي للمكان ككل. فالمكان ده انا بتوجه له بسيارات متنقله باسعار مختلفه او بسلع مختلفه، بان المكان ده بتتوجه ليه المنافذ المتنقله وبتفضل ثابته في مكانها. ده بالاضافه، ده موجودي انا، ده بالاضافه لسلاسل تجاريه مختلفه طبعا مش هينفع ان انا اقول اسمها، بتكلمني وبتدي لي جداول اسبوعيه بانتشارها الجغرافي في نطاقات مختلفه، وانا بنسق مع مديري المديريات ان هم الاماكن دي تفضل متوقفه فيها، بحافظ على انه اوجهه المناطق اللي هي كثافات سكانيه عاليه جدا، وبتكون مناطق هامش فيها هامش الدخل او الدخل فيها منخفض. طيب أستاذة سهام المنصورة، أستاذ إسلام من المنصورة، صباح الخير. صباح الفل يا فندم. اتفضل يا فندم. أنا من قرية الشمول بالمنطقة الأهلية. قرية؟ طبعا الشمول بالمنطقة الأهلية. تمام. وبأكد لحضرتك إن إحنا طبعا كل الخدمات التموينية ديت إحنا معزولين عنها تماما. بالنسبه بقى للقريه، انا عايز استغل بس صوت برنامجك ان انا ارفع. حاول معلش، حاول تكلمنا مره تانية، بس احنا كده مبدئيا فهمنا منك انه قريه الشهول في المنصوره ما فيهاش خالص بقى اي حاجه من حاجات التموين اللي احنا بنتكلم عليها دي. يعني هي فعلا ما بقول لك انتشار في المجمعات. كويس، احنا بنشوف الناس طبعا بتدورها ايجابي ان هو عايز مجمعات استهلاكيه تكون منتشره وتكون موجوده طبعاً. عنده اصل يا فندم الجمعيات الاستهلاكيه بتديني انا ضمان، ببقى انا مطمنه انه مش هاخد حاجه اكسباير، مش هاخد حجة منتهية حاجه منتهيه الصلاحيه، مش هاخد حاجه الدوله اللي مديها لي، واسعارها اقل. انا بقى طبعا دي حاجه المواطن، ان احنا طبعا تعاقدنا مع 14000 من شباب جمعيتي. شباب جمعيتي ده هو النموذج المطور لبقال التموين. انا عايز اتكلم معاك عن جمعيتي، هنتكلم دلوقتي حالا عنها. حاضر، بس ناخد معلش اتصالات تانية. استاذ محمد صباح الخير. صباح الخير، اتفضل يا فندم. الوقت جاتك اللحمه المدعمه دي اللي هو بيقول عليها ب 50 جنيه بتتسرق، بيسرقوها الجزارين، بياخدوها من الجمعيات. حرام ان هي تدعم وتنزل الجمعيات، لان الجزارين اللي في الجمعيات بتودي الشقه كلها ويحط اربع خمس حتت في الفانوس ويطلعوا اللحمه بره في للجزارين. طب قول لي يا استاذ محمد، قول لي يا استاذ محمد، عرفت ازاي؟ عرفت ازاي ان ده بيحصل؟ مصر القديمه، في الزهراء مصر القديمه، بياخد الشقه بحالها ويطلع الحتت نعم؟ بقول لك عرفت ازاي ان ده بيحصل؟ ما انا اقول لسيادتك على حاجه، الشقه نفسها ما بتتشفاش. ماشي، بتفضل معلقة زي ما هي. ما انا هقول لسيادتك على حاجة، بتفضل معلقة زي ما هي، وحط خمس ست حتت، تيجي تقول له اطلع من دي، يقول لك انا لسه ما شفتش، واخر النهار تروح واخد بعضها ومشى على الجزار. في مصر القديمة، في الزهراء مصر القديمة. طيب استاذ وائل، الجزار هناك بيسرق اللحمة وبياخدها يوديها للجزارية. طب استاذ وائل عايز يرد عليك يا استاذ محمد، اتفضل يا فندم. طيب هو المعلومة اللي قالها ان هو قال أول حاجة ان اللحمة دي مدعمة، اللحمة دي مش مدعمة. اللحمه دي انا محقق فيها هامش ربح كويس، بس بمجرد انا بس قللت هامش الربح ده الموجود. ثانيا، ايه اللي بيخلق سوق سودا في اي سلعه؟ اللي بيخلق سوق سودا في اي سلعه هي ان السلعه دي مش موجوده. لا، السلعه دي موجوده بكميات كبيره جدا وانا بحقق فيها هامش ربح. فانا من مصلحتي المبيعات الموجوده، لو انا مثلا بعت، اهلا وسهلا الجزار جه اشترى، اهلا وسهلا، لكن المواطن لو جه برضه هيلاقيه. تمام؟ يعني انا مش بمنع على اي حد ان هو يجي يشتري منها. يعني الجزار لو جالك هيشتري، هيدفع فيها. انا مش بدعمها.
السلعه دي مش مدعمه، ده اول حاجه. وثانيا المعروض فيها كبير جدا، لان انا متعاقد مع اكتر من مورد. يعني انا مثلا مع السودان، مع جمهوريه دوله السودان الشقيقه، انا تعاقدت على ثلاث سنوات امداد كامل من اللحوم بالمواصفات اللي انا ذكرتها لسيادتك. فطبعا امداد كامل، طبعا انا اللحوم عندي كميه كبيره جدا موجوده، بتيجي لحوم حيه، بتيجي في المجازر في ابو سمبل، بتيجي تذبح وبالطريقه اللي انا شايفها مناسبه، وبعمل لها حجر صحي، بتاخد العلاقه المصري اللي انا ذكرتها لسيادتك. وطبعا مذاقها بيكون مذاق مستساغ للمواطن المصري في النهايه. فطبعا السلعه مش هيكون عليها سوق سوداء، علشان متوفره موجوده، والسعر مش مدعم. ف اللي هيخلق سوق سوداء. بشكرك على التوضيح ده يا استاذ وائل. استاذه نبيله، صباح الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. معلش انا اسف ازيك حضرتك والله. اتفضلي. حضرتك انا عندي البطاقه اللي هي البطاقه الذكيه حضرتك، من ساعه ما انا طلعتها وهي حضرتك وهي مش شغاله نهائي. ها تمام. انا مش عارفه اعمل فيها ايه، كل ما اشغلها تطلع قايمه سوداء. ويبقى لها حضرتك بقى لها من ساعه ما طلعت البطاقات دي، وانا ودي ثالث مره غيرها، كل شويه يقول لي دي غيريها غيرها، وادفع الحواله البريديه واستنى دوري لغايه الاخر مره. المره دي قالوا لي ولا في ورقه وبطاقه ورقيه ولا في اي حاجه ابدا، ولا ورقه وما بصرفش خالص، ولا باخد فرق عيش ولا تموين ولا اي حاجه ابدا. واخته ورحت مركز شباب حدائق القبه رشطت، ورحت ما اعرفش فين في رمسيس، ومش ورحت الوزاره، ورحت مكتب تموين من باب الشعريه، ورحت مكتب تموين باب الشعريه، برضه مفيش فايده حضرتك. انا تعبت. طب استاذن بس حضرتك تاخدي رقم من الاعداد. أيوة. علشان برضه في حاجات انا يعني هذكرها بعد ما حضرتك تقفلي بس. طيب نديها رقمك ولا لا اتفضل. هي تسيب رقمها اي حاجه يعني. طيب تمام. يا شباب بعد اذنكم استاذه نبيله تاخد رقم الاستاذ وائل لو سمحتوا. خلاص حصل، ما تقفليش بقى يا استاذه نبيله عشان تاخدي رقم استاذ وائل. في حاجه انا عايز اذكرها بس للاستاذه نبيله. في طبعا القائمه السوداء، هي ذكرت كويس انها ذكرت السبب. القائمه السوداء ده بيكون طالع اكتر من بطاقه بنفس الرقم القومي، فعشان كده لازم اوقفها. طب ما دي مش غلطه المواطن يا فندم ولا غلطته؟ لا مش ممكن يكون طالعه ومسروقه، او طالعه ومش متاخده، طالعه لشخص اخر. فلازم انا طبعا ده التنقيه اللي انا بعملها لوزاره الانتاج الحربي. وزاره الانتاج الحربي بتنقي لي وبتربط لي بطاقه التموين او رقم بطاقه التموين بالبطاقه الرقم القومي نفسه. تمام. احنا ليه بنعمل تنقيه وليه صرفنا الفلوس دي علشان نعمل تنقيه البطاقات؟ بنتفاجئ ان بيكون مواطن الواحد عنده اكتر من بطاقه، 3-4 بطايق. ده بالاضافه للبطاقات الورقيه اللي انا وقفتها، تمام، دي اتوقفت تماما وخلاص، بقت في مصر خاليه من البطاقات الورقيه. زي ما كنت لما كنت مع حضرتك من فتره ذكرت ان مفيش بطاقات ورقيه، خلاص ان شاء الله انتهت في خلال الشهرين الجايين. وطبعا زي ما وعدنا الشهرين خلصوا ومفيش بطاقات ورقيه وانتهينا منها. فاضل بس 26,000 بطاقه جاري طبعهم حتى هذه اللحظه. ليه في المقاطعه؟ احنا موقف البطاقات النهارده فين زي ما حضرتك بتقول دلوقتي؟ بالظبط كده، انتهى البطاقات الورقيه، انتهى العمل بيها تماما. اللي هي الكارت الممغنط ده. ما هو الكارت الممغنط ده سمارت كارد. سمارت كارد. ده اللي كان عليه مشاكل كبيره قوي، كان في ثلاث شركات اعتقد اللي كانت مسؤوله عنه. تمام. والثلاثه انا اسفه في الكلمه بس حسب راي المواطنين ما ابدوش نجاح فيهم يا فندم. ده ليه؟ لان انا بعمل دلوقتي حضرتك، هو دلوقتي بعمل ربط ما بين البطاقه وما بين الرقم القومي. تمام. وزاره الانتاج الحربي بتعمل المهمه دي، التاسك بتاعها هينتهي نص 5 ان شاء الله. معلش السؤال، اشمعنى وزاره الانتاج الحربي؟ يعني مش شركه متخصصه عندهم اسمها شركه ايام. عن طريق الشركه. يعني تمام. هي شركه متخصصه في الاي تي، في الاي تي، في الكمبيوتر سيستمز وكده. فهي اللي بتربط بين البطاقه التموينيه وبطاقه الرقم القومي، بحيث ان مش هتعرف حتى انت كمواطن ان انت يكون ليك بطاقه رقم قومي بنفس الرقم القومي هتعرف تطلع بطاقه اخرى. مش هتعرف خلاص يعني. تمام. الموضوع ده انتهى. مش كده من الاول يا استاذ وائل؟ ما هو طبعا الموضوع، خلي بالك انت مش بتعملي كده بتتحل المشكله. بس المشكله بتحصل يا استاذ وائل، بس المواطنين قعدوا كتير قوي بيشتكوا من كروت التموين وما كناش بنصدقهم يا استاذ وائل في الاول، كنا بنقول المواطنين بيتدلعوا. لا ما بنقولش، لا احنا طبعا احنا مع المواطن في لحظه بلحظه. انا بقول لحضرتك انا مع المواطن في خندق واحد من اول ما طبقت المنظومه. إذا اول ما طبقت المنظومه وحولتها من ورقيه لمنظومه الكترونيه انا معاه في اي مشكله بتجيلي. واقتنعتوا ان الكروت كانت فيها مشكله وان الثلاث شركات الحقيقه ما نجحتش في اداره الكروت؟ لا ما فيش حاجه اسمها طبعا ما نجحتش. الثلاث شركات هم لسه مستمرين برضو معانا، يعني موضوع الشركات دي بس هناخد منهم بقى موضوع الفلتره ده. هيبقى الفلتره ده طبعا هيوضح الصوره اكتر. يعني في يعني ارقام خرافيه طبعا. في مثلا في حاله زي المنيا مثلا فيها اكتر من 600,000 مواطن او 600,000 مستفيد هيتشالوا، ما بين متوفي، ما بين مزدوج الصرف، ما بين مسافر، ما بين حاجات كتيره جدا. طبعا انا ربطتها كمان مع مصلحه الاحوال المدنيه في الداخليه، وزاره الداخليه. طبعا بحيث ان ان خلاص الحذف يتم تلقائي. تمام. بمجرد ما المواطن يتوجه لمكتب الاحوال المدنيه ويطلع شهاده الوفاه، بمجرد ما يتم الابلاغ ليا انا من وزاره الداخليه ان انا خلاص هخصم المواطن المتوفي. رائع. استاذه منى صباح الخير يا فندم. الو صباح الخير يا فندم، اتفضلي.
صباح النور عليك يا استاذه منى. اهلا بحضرتك. على خير يا استاذ وائل. صباح الخير يا فندم. اتفضلي. صباح الخير يا فندم. بالله عليك يا استاذ وائل، انا كنت مقدمه لابني معي للتقليل، ومقدمه في في البطاقه تمام من 2015 تمام، في 5/2015 تمام تمام. فروحت كنت انا تواصلت مع الاستاذه منى، برضو كان في استاذ قبل حضرتك كان جال الاسبوع اللي فات تواصلت معاه، قال لي روحي المكتب. رحت المكتب هناك عشان اخد الورقه بتاعت عايز، زي ما قال ما رضوش. ما فيش ورق خلاص. طب ثواني عشان استاذ وائل بيقول لك ما فيش ورق اصلا. ما فيش ورق خلاص. لا يدوني كارت، لا يدوني كارت انا اصرف بيها عيش. ما رضوش، قالوا لي لا ما فيش كروت لسه ما فيش حاجه جت. وطبعا المكتب بتاع دخيله باسكندريه زحمه وضرب، والله اتبهدلت يوميا، ضرب وشباب على رجال على نسوان على اطفال، يعني بطريقه منظر همجيه جدا والله العظيم. ثلاثه استاذ وائل، فبالله عليك شوف لي الموضوع ده بالله عليك. لا حاضر حاضر يا فندم. لان هو ظروفه يعني هي ما يعلم بها الا ربنا. لا حاضر. طب يبقى احنا كده استاذه نبيله واستاذه منى الاثنين هناخد تليفوناتهم. حاضر. واستاذ وائل وعد دلوقتي هيتواصل معاكم. سيبي تليفونك بعد اذنك والنبي يا استاذه منى، ما تقفليش غير لما تسيبي تليفونك لو سمحتي. مين يا شباب؟ استاذ حمدي من القاهره. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم. اتفضل. من فضلك اللي يتسع صدرك لشكوتي، عاوز اوجه استغاثه حضرتك لفخامه الرئيس السيسي. انا تم انهاء خدمتي وتم الزج بيا في جنايه، اتحبست 3 سنين حبس احتياطي. قضية قعدت في المحاكم جنايه 22 سنة، خدت براءة في 2010 ومن ساعتها دايس، لا انا عارف اخد حقوقي ولا عارف حتى استرد كرامتي. اخدت براءة في 2010 من القضية دي يا فندم؟ اخدت براءة في 2010 سعادتك، واخد بالك، وحتى حيث سيادة الحكم قالت ان شهود الواقعة اتوا بغير الحقيقة الى اخر ما في حيث سيادة الحكم حضرتك. ودخت السبع دخات، وبوجه استغاثة من خلال صباح دريم لفخامة الرئيس السيسي. أنا مسلوب مسلوب الحقوق، أنا أهدرت كرامتي وما أناش عارف أعيش. طب مش حضرتك يا فندم تم تبريئك من المحكمة بحكم تم القضاء؟ تم تبريئ حضرتك من المحكمة و... طيب. ورحت إحدى هي شركة تابعة للشركات، إحدى الشركات القطاع العام تابعة لوزارة التموين، سوموني إن أنا ساعتها إن أنا أرجع بعقد محكم، ثم رفضت. واخد بال حضرتك، رحت للشركه القابضه مطلوا معايا فتره طويله، وبعدين في الاخر قالوا لي لا طب ادوني جواب عشان اقدر اروح القضاء. قالوا لي لا احنا مش طرف في القضيه اللي هي هيئه السلع الغذائيه، الصناعات الغذائيه. ادي متمرمط من ساعتها وعملت شكاوى لوزير التموين. واخد بال حضرتك، مماطله، احنا نجيب لك مستحقات منين؟ مفيش درجه في وزاره الماليه. انا النهارده مسلوب الكرامه، اتحبست واتمرمطت، انا واسرتي اتشردت. انا في قضيه اكثر من 1000 ورقه، القضيه كلها بتعج بالفساد والاضطهاد، لا زالت موجوده. طيب استاذ، انا بستغيث بفخامه الرئيس السيسي، لان بعتت حضرتك عن طريق البريد، يعني مشكورين، ما حدش تقريبا بيوصل سياده الرئيس حاجه. طيب استاذ حمدي انا هستاذنك ما تقفلش تليفون، وادي رقمك لو سمحت لزمايلي. واستاذ وائل هل ممكن بعد الحلقه نبقى نتصل باستاذ حمدي نفهم بس ايه القضيه او كده، لو هو ليه مظلمه عند وزير التموين او كده؟ انا بقول له حتى دلوقتي كرامه المواطن هي فوق دماغنا كلنا. بعد اذنك يا ريت، وطالما في حكم قضاء ببراءته يبقى احنا بنتكلم انه ربما في ظلم فعلا وقع عليه او كده. حاضر. لا 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 يا ريت بعد اذن حضرتك. عايز اتكلم معاك عن مشروع جمعيتي بقى. تمام. عايزين نتكلم معاه بالتفصيل. اخر اخباره ايه يا فندم؟ هو طبعا الناس كلها كانت بتشتكي ان المجمعات مش موجوده في المناطق بتاعتها. لا انا بقول ان في 14000 منفذ ان شاء الله هيتموا على مراحل. ال 14000 دول على مستوى ال 27 محافظه على مستوى الجمهوريه. هنقدر ان احنا نحقق اكبر شبكه انتشار في الشرق الاوسط كله. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ يعني انا دلوقتي اكبر سلسله تجاريه تملكها في الشرق الاوسط هي سلسلتي انا، شركه قابضه للصناعات الغذائيه، بما يمثلها من 30000 منفذ ومجمع. بمعنى ايه؟ بمعنى في 4000 مجمع استهلاكي اللي هي المجمعات الاستهلاكيه. في بعد الاربع مشروع جمعيتي ده بيبقى اسمه ايه؟ يعني المنفذ بتاعه اسمه ايه؟ جمعيتي ولا اسمه جمعيتي؟ ده بقى كده فرانشايز. فرانشايز بالظبط كده. ففرانشايز بمعنى خلاص بقت شركه اسمها جمعيتي. بقت شركه كمان دخل بقى هيخش بقى من تحتيها البدالين اللي هيطوروا من نفسه، اللي هيبتدي يتعلم اساليب البيع الحديث واساليب التعامل مع الجمهور، فن التعامل مع الجمهور، كل ده هيخش معايا.
طب وهي هتبقى تبع جمعيتي، هتبقى تبع الشركه اللي عامل القبضه؟ هو تبعيه غير مباشر. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو هيكون تابع ليا في ان انا في امداد السلع، السلع اللي هيبيعها انا اللي بشرف عليه في بيعها، وانا اللي بديها له، لان هو ماضي معايا تعاقد في تمويل ذاتي وفي تمويل بالقروض. يعني دي كانت اصلا كانت مبادره ما بين الشركه، ما بين صندوق الاجتماعي للتنميه وما بين الشركه القابضه للصناعات الغذائيه. بمعنى ان الشاب يوفر مساحه من 30 ل 50 متر منفذ ثابت، وطبعا طبعا بقياس بالنطاق الجغرافي ان هو ما يكونش قريب من منفذ زميله او اخوه، بحيث ما يكونش فيه تضارب في اداء السلع. يعني ما يكونش منطقه فيها 3 4 مثلا منافذ ومنطقه ما فيهاش. فطبعا بقدر نحافظ على اكبر مساحه للانتشار الجغرافي. يعني احنا ان شاء الله باذن الله هيكون عندنا قريبا 14000 منفذ بيتبعوا جمعيتي. جمعيتي ده هيبقى اسم المشروع، اسم المحل جمعيتي هيبقى اسمه كده. البضاعه اللي هياخدها من شركه قابضه للصناعات الغذائيه اللي جمعيتي هتاخدها. تمام. في نوعين، في نوع تمويل ذاتي وفي نوع تمويل بالقروض. في الغالبيه يعني حوالي 70 او 80% منه تمويل قروض. هو ممكن مواطن يجي يقول لكم انا عايز افتح جمعيتي؟ طبعا. يعني انا ممكن اجي اقول لحضرتك انا عايز افتح منفذ جمعيتي، بيروح للصندوق الاجتماعي للتنميه في المحافظه بتاعته. أيوه. بيروح للصندوق وبيقول لهم انا عايز افتح منفذ جمعيتي، فهم بيخضعوا له شويه يعني اجراءات هو بيخضع ليها، علشان طبعا هو بياخد قرض دوار من 50 ل 100000 جنيه على حسب المساحه اللي هو مخصصها عشان يشتري بيها البضاعه، علشان يشتري بيها بضاعه مني انا لشركه قابضه للصناعات الغذائيه. بوفر له البضاعه اللي هي اللي انا ببيعها بالسلع المخفضه اللي انا قلت له. ما ينفعش يشتري غير منك. لا يا فندم. طبعا. وده صح عشان ما ينفعش يشتري غير مني. ما يروحش يكسب بتجار جمله مثلا بره او حاجه. لا ما هي احنا عايزين برضو ندعم الحكومه دي. بالظبط. فهو طبعا لازم يشتري مني، ولازم لما بيجي يبيع لاي حد. تمام؟ للمواطنين. للمواطنين. فطبعا انا قدرت ان انا احافظ بقى، طبعا في بعضهم مجهز تجهيز كامل من المبردات، اجهزه تبريد، بيبيع لحوم ودواجن واسماك مختلفه. طبعا قدرت ان انا اوفر الحاجه زي كده. حاجات كتير جدا رحنا افتتحناها، وان شاء الله برضو في الفتره اللي جايه الرئيس هيشهد افتتاحات بعضها. فطبعا في الفتره اللي جايه اللي فاتت رحنا اسكندريه، رحنا شفنا مناطق، يعني مناطق كان صعب فعلا المجمع ان هو يتواجد فيها. لقينا المشروع جمعيتي شاب من نفس المكان، وهو اللي فاتح وعارف كل الناس اللي حواليه وكل الناس عارفاه، وبداوا يروحوا يشتروا منه. حلو. فبقى في تنافس. ما هو ده التنافسيه، هو ده اللي بيصب في مصلحه المواطن في النهايه. الحقيقه. تمام. دي اخبار جميله قوي يا فندم. ناخد استاذ عيسى. صباح الخير. اهلا. صباح النور. اتفضل. من فضلك والله زميلنا، ممكن اكلم الزوايل؟ مع حضرتك. اتفضل يا فندم. ايوه. السلام عليكم يا زوايل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من فضلك والله انا اصلت على المعاش سن 60 من سنتين. قبل كده ما طلعش بطاقه تموين اللي هي البطاقه الذكيه ولا بطاقه العيش. انا لغايه دلوقتي محتار، مش عارف اطلع البطاقه. يعني حضرتك بتتوجه لمكتب التموين وبتقدم المستندات بتاعت سيادتك اللي هي مفردات مرتب او مفردات معاش، طبعا على عشان حضرتك على المعاش، مفردات معاش، وطبعا شهادات قسمه الزواج بتاعت سيادتك وشهادات الميلاد للابناء. وبتحصل على بطاقه التموين في حاله لما الدوره المستنديه تنتهي، يعني او في حاله كمان المستندات بتاعت حضرتك تكون متوافقه مع الاجراءات اللي احنا طالبينها. والله حضرتك انا رحت المكتب بتاع التموين اللي هو هنا عند قصر النبي كذا مره. ايوه. اتفضلوا مشكورين يعني، والله لسه مش عارف ما اتفتحتش لسه، ما اعرفش. طب امتى؟ مش عارفين. طب اسال مين اكتر من 5 6 مرات يعني. انت لحد دلوقتي لحد هذه اللحظه لم تتقدم الاوراق يعني؟ انا رحت يعني كذا مره هناك، لكن للاسف ما حدش ما رشدنيش على حاجه صح. لذلك قلت يا اسف بطل يعني مش عارف اعمل انا ايه. بعدين انا يعني طول حياتي كده الحمد لله ماشي على خط مستقيم. رقم؟ طيب استاذ عيسى، استاذ وائل عايز رقم حضرتك لو سمحت، فهتسيب لنا رقمك. طيب هتسيب لنا رقمك مع الشباب قبل ما تقفل بعد اذنك. يبقى كده 3، نبيله ومنى واستاذ عيسى. تمام. طيب استاذ شهير من اسيوط، صباح الخير. طبعا انا فاهم حضرتك شهير من اسيوط. عندنا شكوى حضرتك قدمها من استاذ وائل ليها اكتر من 5 شهور حضرتك دلوقتي رحت بيها لوكيل الوزاره. ليه كده ما لحقناش نسمع الشكوى؟ طب اتصل بينا تاني يا استاذ شهير. استاذ صلاح اسكندريه، صباح الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي لحضرتك ولضيف حضرتك الكريم. يا اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. دلوقتي حضرتك انا بقالي دلوقتي 4 سنين مقدم على بطاقه بدل ثالث للاسف بتاع الفرن اتلفها باسم والدي. 4 سنين دلوقتي البطاقة ما اعرفش عنها حاجة، اروح لبقال التموين يقول لي لسه ما جاتش، ما فيش بطايق، الشركة ما طبعتش بطايق. طيب عايزين صور بطايق عشان خاطر نجدد بيانات. كل 3 4 شهور عايزين بطايق عشان طيب عندي اخوات في الصعيد وعندي اخوات في الشرق وفي الغرب، اجمع صور البطايق بعد 3 4 شهور، ما فيش صرف تموين. ثانيا دلوقتي كل ما نروح لبقال التموين لا ما فيش سلع معينة موجودة.
طيب السلع اللي مش موجوده دي دلوقتي بنسمع انها موجوده في المخازن او موجوده في اماكن ما، بنسمع ان السلع متوفره في لازم نجيب لها السلع، مش موجوده السلع. ثانيا دلوقتي عندي اخ متوفي بقالي دلوقتي اكتر من سنه عايز اسقطه من البطاقه، لا اما تيجي البطاقه الجديده لما يجي لك الكارت الجديد بنديك استمارات تجدد البيانات وتعمل حواله، امور تعقيديه لابعد الحدود. حاضر هرد على حضرتك. اسمع رد الاستاذ وائل لو سمحت. شكرا. يا استاذ صلاح بشكرك. متشكر استاذ صلاح. هي المنظومه بقى لها سنتين مش اربع سنين، ده اول حاجه. تمام. تمام ده اول شيء. المنظومه بقى لها سنتين، منظومه البطاقه الذكيه دي بقى لها سنتين مش اربع سنين. دي اول حاجه. تاني حاجه، ازمه نقص السلع اللي كانت متواجده من شهر واحد لحد شهر ثلاثة دي انتهت تماما. يعني طبعا مع البقالين احنا تابعناها معاكم الحقيقه، وكنا طبعًا بننزل بالكاميرا نصور كتير طبعًا قوي. كان في فتره كان فيها ازمه بالذات في الزيت والسكر. أيوة. والازمه انتهت الحمد لله. لان طبعا انا بس كانت فتره، ما عشان كده بقول لحضرتك ان انا مش بعمل كده، المشكله بتتحل. هي ميثودولوجي معروفه، واي ديفيشن او اي انحراف بيتم بنحاول نعالجه ونقومه ونصلح في المنظومه انا والمواطن وحتى والبقال التمويني. يعني انا كنت عامل غرفه عمليات على مدار من الصبح لحد الساعه 10 بالليل. كل الناس بتتلقى بتلقى اتصالات من الناس، انا شخصيا الاقي الناس تقول لي لا في المخزن مش عارف ايه الجمله اللي في السنبلاوين ده ما فيهوش سلعه كذا. بتصل مثلا بشركه الجمله اوجه جرار علشان امداد للمواطن هناك. لحظه بلحظه المشكله اتحلت وبقت مش لي يعني ماشيه كده في موصلي، يعني تمام ماشيه كده من غير اي مشاكل ومن غير اي حاجه. نعم. فخلاص كده مشكله نقص السلع انتهت. هو كان بيشتكي طبعا موضوع السلعه، السلع ازمه نقص السلع وموضوع البطاقه. فكده ده الموضوعين ردينا عليهم. اشكرك على الاجابه يا فندم. استاذه مها صباح الخير. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك انا بتكلم برضو بمشكله بطاقات التموين الجديده اللي هي البطاقات الذكيه دي. ايوه حضرتك انا عندي البطاقه 6 افراد وبطاقه اللي هي فرق العيش لسه فرد واحد. عملنا كل المستحيل، رحنا كل مكان قالوا برضو رحنا شركه سمارت، رحنا كل مكان ما عرفناش نغير تبقى 6 زي ال 6 افراد. حضرتك عايزه تضيفي ناس يعني؟ انا مش هضيف، احنا فعلا مضافين في البطاقه حضرتك. احنا 6 افراد بس بطاقه فرق العيش اللي هو الخبز نفسه واحد فرد بس. طيب. يعني تموين 6 والخبز فرد واحد. طيب انا هرد على حضرتك. طيب يا حضرتك في التليفون في التلفزيون حضرتك؟ ايوه فندم. طب شكرا. اسمعي الراديو يا استاذه مها اتفضلي. طب شكرا يا حبيبتي. اللي انا بعمله مع وزاره الانتاج الحربي ان الاستمارات اللي انا جمعتها من الناس في شهر 11 اللي فات وشهر 12 كان في استمارات 26000 استماره، قصدي سوري 20 مليون استماره اتوزعت على البقالين التموين وعلى المجمعات الاستهلاكيه. الناس بقت تاخدها وبقت تملاها، كل واحد بيملاها وبيديني ما يثبت اللي ملاه صحي. بيملى لي بيقول لي عدد افراد قد ايه، الاطفال موجودين، كل واحد يصور لي صوره شهاده ميلاده، حتى لو معاه زوجته وصوره وبطاقته هو يديني صوره بطاقته وصوره بطاقتها، صوره قسيمه الزواج، المستندات تدل على صحه الوقائع اللي هو بيذكرها لي. بعد ما ذكر لي الكلام ده كله في الاستماره، الاستمارات دي تم تجميعها وتم اعطائها لشركه ايام لوزاره الانتاج الحربي. شركه ايام بتتولى اضافه المواليد اللي هم اللي اضافوها. فطبعا كل الاضافات اللي ذكروها الساده المواطنين في الفتره اللي فاتت في شهر نوفمبر وشهر ديسمبر اللي فات هيتم اضافتها ان شاء الله في شهر مايو. تمام. يعني شهر مايو كل الناس هتنزل ان شاء الله بإذن كل المواليد من قبل 2013. تمام عشان حتى قبل شهر رمضان ان شاء الله يا استاذ وائل. ما دي يعني دي دي احنا يعني مساهمه مننا ان احنا نخلي ده حاجه اخبار مفرحه قبل شهر رمضان الله. ان شاء الله باذن الله. استاذه اميره صباح الخير يا فندم. نور ازي حضرتك؟ تمام اهلا بيكي. تمام الحمد لله اتفضلي. الحمد لله. بقول لحضرتك والله انا دلوقتي عندي ابن اختي والدته توفت من حوالي سنه وشويه. البقاء لله. البقاء لله الله يخليك. فبعد كده البطاقه بتاعت امه ما صرفش بيها اي شيء خالص، ما صرفش ولا شهر، فحبينا يصرف بيها تموين، فقالوا له لا ده انت لازم علشان تقدر تصرف تاني تدفع حوالي 600 جنيه او 1000 جنيه. طب هو الشاب اولا حاليا هو ما بيشتغلش معهوش فلوس فمش عارفه يعني يعمل ايه عشان يقدر ينزل والدته من على البطاقه ويقدر هو يستعمل البطاقه دي تاني يستفاد بيها. تمام. طب خليكي معايا يا اميره لو سمحتي، لو الام توفت الولد تعمليش حاجه. طب يعمل ايه؟ هي بس مجرد وقت، ان الموضوع ان المتوفي بيسقط بس مجرد اصدار بطاقه شهاده الوفاه. المتوفي بيسقط بقى لها سنه وشويه متوفيه. لا ما هو دي كانت بروتوكول تعاون تم ما بين مصلحه الاحوال المدنيه وما بين وزاره التموين والتجاره الداخليه. تمام. ان بمجرد شهادات الوفاه بيتم تجميعها في خلال الشهر وبيتم تسليمها لوزاره التموين
للاسقاط من السيستم. يعني الابن دلوقتي هيستفيد من بطاقه التموين بتاعه والدته بالزبط. من غير ما يدفع 600 جنيه اللي طلبوها منه. 600 دي تقريبا دي غرامه علشان دي تقريبا دي غرامه. ال 600 جنيه يا فندم دي تقريبا دي غرامه, غرامة. يعني دي يعني غرامه عدم ابلاغ. يعني هو تقريبا هو ما بلغش مكتب التموين ان في حاله وفاه مثلا قعد شهرين او ثلاثه. طب ملهاش حل تسقط بس ما الولد ما بيشتغلش يا فندم برضه 600 جنيه مش مبلغ قليل. ما انا عارف يا فندم, بس هو طبعا انا هبحث الحاله. ما برضه اصل خلي بال حضرتك ان اغلب الحالات اللي بتجيلي لازم ابحث فيها وتقصى واشوف هل الحقائق دي صح ولا غلط والحاجات دي كلها. طبعا طبعا اكيد. طيب اميره قفلتي؟ هي قفلت. لو قفلت هي معانا على التلفزيون لو اميره لو قفلتي يا اميره اتصلي تاني والنبي وسيبي رقمك لو سمحتي عشان بس استاذ وائل مشكورا هيبحث الحاله. لو فعلا الكلام يعني مظبوط ما فيش حاجه مخالفه او ان هو ما بلغش او كده ربنا يقدم الخير ان شاء الله ويعني نشوف كده 600 جنيه دول ممكن يتعمل فيهم ايه. يبقى احنا كده عند تاني الراجع اميره وصلاح ومنى ومنى ونبيله. اربعه عايزين ارقامهم. مين معانا يا شباب؟ صلاح بورسعيد. صباح الخير يا استاذ صلاح. السلام عليكم. زي الصحه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. والله انا ليا اخواتي عندهم بطاقه خبز بل حضرتك ازاي البطاقه عملنا بديل فيها لان ثابت اخد بالك ودفعنا ال 20 جنيه وبقى لنا اكثر من 3 4 شهور لغايه دلوقتي مدوخنا في التموين. فمش عارفين ناخد البطاقه ولا نصرف العيش. الو ايوه معاك اتفضل سامعينا. بس سعادتك ازاي فضلنا دلوقتي 3 شهور لا عارفين ناخد البطاقه دفعنا ال 20 جنيه ولا عارفين ناخد البطاقه ولا عارفين. طب ايه السبب يا حاج؟ ايه في المدرسه؟ نعم. ايه السبب ان انت مش عارف تاخد البطاقه؟ لان هناك في الكمبيوتر عندهم هنا رحنا شركة سمارت اخد بالك ازاي؟ قال لك هناك في مكتب التموين بدل ما يسجلوا انها بطاقه خبز سجلوها على بطاقه تموين. وبعد كده رحنا للمكتب تاني وقلنا لهم قال لك لا الغلط من عند المكتب. وقت رحنا مكتب الزهور هناك اخد بالك ازاي؟ قال لك اصبروا علينا. واحنا بقالنا 3 شهور لغايه دلوقتي لا عارفين نصرف خبز ولا نصرف حاجه. يرضى ربنا كده؟ طيب خليك طيب معلش معين. برضو نفس الكلام بس او توجه للاستاذ محمد احمد في بورسعيد مديريه التموين هناك. أيوة. استاذ محمد احمد. محمد احمد. ايوه ايوه توجه أيوة. للاستاذ محمد احمد مديريه التموين هناك في بورسعيد وخليه يكلمني. أيوة. وهو وانت هناك. طيب شكرا حبيبي. يعني هتروح يا استاذ صلاح للاستاذ محمد احمد في مديريه التموين اللي عندك في بورسعيد وقول له اتصل لو سمحت باستاذ وائل عباس. ماشي يا احمد. ماشي. ربنا يكرمك يا رب. استاذ عبد الحميد معانا كذا اتصال من البحيره الحقيقه. استاذ عبد الحميد صباح الخير. الو ايوه صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم. والله لنا شكوى بالنسبه لمشروع جمعياتي. اتفضل. حضرتك قدمنا من اول يوم ولحد النهارده جت معاينه من البنك او استعلام ورحنا توجهنا للبنك ومضينا وبعد كده قال لك ايه ده مفيش فلوس الصندوق مفيش فلوس. فكل ما نروح اقول لك لسه لما تيجي فلوس. ايوه. طيب هو يعني هل المشروع ده هل هيتم ولا خلاص؟ انت خدت حضرتك الموافقه؟ لا مش موافقه حضرتك. ده هي اسمها ايه؟ استعلام من البنك. دفعنا 50 جنيه في البنك وطلعوا لنا استعلام. ايوه. خدت موافقه من الصندوق الاجتماعي؟ الصندوق الاجتماعي. خدت موافقه منه؟ لا. طيب. كل ما اروح يقول لك لسه ايه؟ كفر الدوار لسه ما فيش حد خد موافقه فيها نهائي. طيب حاضر يا فندم. حاضر. طب هو بالنسبه لحضرتك طيب سؤال معلش. اتفضل يا فندم. يعني هل ممكن ناخد موافقه على انشاء المكان وتمويل ذاتي مني مش عايزين قرض من الصندوق؟ هو في نوعين فعلا. في نوعين, في تمويل ذاتي وفي تمويل بالقروض. طب ما هو في الصندوق ما قالولناش كده حضرتك. طيب اسمع رد الاستاذ وائل يا استاذ عبد الحميد. اتفضل. حاضر. اتفضل يا فندم. هو بس للاسف ده ممكن يخش في الشريحه الثانيه اللي هي احنا خلصنا الشريحه الاولى اللي هي 14000. تمام. هو ده ممكن ينتظر بس ان هو يدخل في الشريحه الثانيه لان الشريحه الاولى دي تمت بالفعل. يعني خلاص الناس تم الموافقه عليها وفرنا لهم الفلوس من الصندوق الاجتماعي للتنميه. كل واحد هياخد قرض دوار لمده 5 سنوات من 50 ل 100000 جنيه. فطبعا كل الكلام ده كله لل 14000. الناس اللي جايه بعد كده لازم ننتظر لحد لما الشريحه الاولى ننتهي منها بالكامل وننتهي من المراجعات الفنيه الخاصه بيها وبعد ذلك طبعا يتوجه للصندوق الاجتماعي ان هو يسجل نفسه في المرحله الثانيه. تمام. انا بشكرك يا فندم على الاجابه. استاذ احمد كمان من بحيره اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا فندم بعد اذنك هتكلم استاذ وائل بس بعد حضرتك. اتفضل يا فندم. بس كده اتفضل استاذ وائل. انا طبعا تاجر مش مواطن، لان طبعا بنوفر برضه مع حضرتك حته دي للمواطن السلع التموينيه بتاعته. اهلا بيك. اهلا حضرتك. الله يخليك يا فندم. حضرتك دلوقتي بتقول انت السلع كلها متواجده متوفره، الزيت حاله ورديه والسكر تمام التمام ومش اي حاجه. ايوه فندم. وكله تمام التمام. تمام. حضرتك انا لغايه شهر ابريل 2016 الحالي واخد على 1000 كرتونه زيت، على 1000 يعني بعمل 66 فرد 12 ازازه زيت. حضرتك انت بتطلع على الشاشه وبتقول الحياه تمام التمام، معلش مع احترامي لحضرتك، المواطن دلوقتي بيسمع وبيقول للتاجر ده هو اللي حرامي. معلش يا فندم، طب اسم حضرتك ايه بالكامل؟ احمد مهنا فرج، محافظه البحيره، مكتب تموينكم الفرج. معلش يا استاذ احمد، انت مبيعاتك قد ايه؟ مبيعاتي انا 60,000. طيب ايه بقى الحل؟ طيب حاضر يا فندم. طيب واخد بال حضرتك؟ تمام. 60,000 بناخد حصتي من المؤسسه 50 كرتونه زيت. يعني عامل معايا واجب ب 20 كرتونه، بقول لي انا عامل معاك واجب، الاستاذ اللي في المؤسسه بقول لي انا في واجب كده ب 20 كرتونه، المفروض لك 30 كرتونه زيت بس. بتاخد على 1000 كرتونه. حضرتك ال 1000 كرتونه دلوقتي على ال 60 فرد دول يعني اعملوا 3000 وكسور فرد، انا حضرتك نوزع عليهم بايه؟ يعني بالسرنجه او بنوزع عليه بايه؟ او نقول لهم يعني ملخص القول حضرتك بتذكر بتقول ان في مازال نقص في السلع اللي هي الزيت. تمام 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 تمام. لسه في نقص. ها طيب حاضر يا فندم. حاضر. لان حضرتك انت دلوقتي انا سامع حضرتك، انا متابع مع حضرتك ومتابع البرامج ومتابع صباح خير يا دريم ده يوميا. ايوه. حضرتك دلوقتي بتقول لي الحياه تمام التمام وبنبعت قرارات في المكان الفلاني. طب انا ليه بقول الحياه تمام التمام؟ بس انا بس بعد ما تقفل انا هرد على حضرتك. طيب يا ريت. ماشي يا فندم. يعني هتاخد تليفوني او تاخد تليفون حضرتك ومتابع مع حضرتك؟ انا مستعد. وانا سيب تليفونك في الاعداد وانا هكلمك انا. طيب استاذ احمد هتسيب تليفونك في الاعداد لو سمحت، هيكلمك استاذ وائل ودلوقتي هيرد عليك على الهواء. اتفضل يا فندم. انا طبعا انا ليه بقول الحياه تمام التمام، هو زعلان من الكلمه دي قوي. انا بقول علشان انا ليه عندي مؤشرات طبعا، كل ده حاجه كانت زمان كانت شغاله من غير ميكانيزم. دلوقتي الميكانيزم بتقول لي انا على سمارت فون بتاعي ده بعرف المبيعات قد ايه في كل سلعه، بعرف النقص قد ايه، بعرف الكلام ده كله، وبيجي لي بالنسب. فطبعا بالنسب قدرت اعرف ان انا خلاص الناس بدات تكفي في المبيعات، يعني بدات اوصل للحد الاقصى في المبيعات بالنسبه للنقاط. مثلا نقاط الخبز بقيت اعرف مثلا كل شهر المواطنين بيحوشوا قد ايه من الخبز علشان ياخدوه في صوره نقاط كل شهر. فطبعا لما بلاقي ان النسب بتكون عاليه جدا في الصرف اعرف ان مفيش مشكله. فلما حد يجي يقول لي في مشكله اقول له معلش، يعني انا بحترم كلامك وبحترم عقليتك، لكن انا عندي هنا بيقول لي مفيش مشكله. فطبعا وانا برضو الحاله بتاعت حضرتك انا برضو خدت اسمه بحيث ان انا اتقصى اشوف مبيعاته قد ايه. انا اشوفها 60,000. انا اشوفها 60,000 ولا لا. وبعد كده برضو هشوف المبيعات بتاعته قد ايه، باع في الزيت قد ايه وباع في السكر قد ايه، يعني طيب كل حاجه موجوده على الكمبيوتر. رائع. انا بشكرك يا فندم على الاجابه. استاذه فهيمه صباح الخير. والاثنين بيكلموا ست وراجل. استاذه فهيمه انت على الهوا وبعد اذنك وطي التلفزيون. استاذه فهيمه طيب حاولي تكلمينا تاني. استاذ مؤمن معلش احنا سبناك على الخط كتير بنعتذر، حاول تكلمنا مره تانيه. غرف عمليات متابعه الاسواق يا فندم اللي تبع لوزاره التموين بتشتغل ازاي بالظبط، وبتبقى ايه اكتر الامور اللي بيحرصوا في غرف العمليات دي ان هم يرصدوها؟ ايه اكتر المشاكل اللي بيحاولوا يرصدوها؟ هو في رصد ما بين في طبعا عندنا جهات رقابيه الخاصه بينا اللي هي طبعا جهاز حمايه المستهلك اللي كان الاستاذ مكاني هنا من شويه. ده طبعا ده اول حاجه. تاني حاجه في طبعا غرف عمليات معلوماتيه. معلوماتيه بمعنى ايه؟ تقصي حقائق، بينزل يبص يشوف الاسعار متواجده قد ايه في السوق. تقصي حقائق ده بيتم بحاجتين، بيتم ميداني وبيتم مكتبي. ميداني عن طريق ناس بتنزل وبينزلوا بيسالوا الناس الاخبار الاسعار قد ايه، وبيعملوا الاسعار دي في صوره شرائح. الشرائح دي طبعا الاسعار من الى طبعا بمستويات جوده مختلفه. تمام. مستويات جوده مختلفه دي ترجع للنوع، ترجع للماركه، ترجع للمكونات اللي جوه السلعه نفسها. طبعا كل ده بيصب في مصلحه ان انا لازم يكون عندي وعاء معلوماتي، انا عايز اعرف منه ايه اللي بيحصل في السوق، اللي بيتم الاسعار بتتحرك ازاي والحاجات دي كلها. لما هو المواطن ذكر وقال ان في رز ب 7 جنيه انا ما كدبتوش، لان انا عارف ان فعلا في رز فيه ب 7 جنيه وماركات محدده، لكن في رز ب 5 وفي رز ب 4 وفي رز ب 4.5، لكن هو اقل حاجه 4. تمام. ده اللي هو الرز السايب. فطبعا عشان كده انا ما بكدبش المواطن، لكن انا بقول فعلا الكلام ده صحيح. انا لحظه بلحظه بقول لحضرتك انا باخد المعلومه من المواطن وبتقصى وراها وبمشي وراها وبشوف ايه المشكله فين،
وبحاول احلها بالتعاون برضو معاه هو. يعني انا بقول لحضرتك انا بلاقي وانا مثلا ماشي في الشارع بلاقي ناس بتقول لي احنا كان في عند بقاله التموين كان في ثلاث سلع جبن، كان في ثلاث انواع جبن، دلوقتي في نوعين بس. فهي الست زعلانه. فطبعا انا لعلمك فرحان جدا لان المواطن بقى ايجابي بقى بيدور عن حقه وبقى بيتصل يقول ايه مشكلته. زمان كانت الناس اول ما تجينا طبقنا المنظومه انا اديت لك سمارت كارد ده عشان اقول لك ده حقك في ايدك دافع عنه، ما تجيش تيجي تقول لي ده فلان خد مني الكارت وما ادهنوش. صح. لا طبعا ده حقك، ده بطاقه شخصيه. ينفع حد ياخد من حضرتك بطاقه شخصيه؟ لا. فطبعا ده الاساس ان انا المواطن بيدور على حقه وهو بيدافع عنه وايجابي برده معايا في الابلاغ ولحظه بلحظه بكون معاه. طيب خلينا ناخد استاذ عبد الجواد. صباح خير يا فندم. صباح النور. اتفضل. انا اشكر القناه بتاعت لانها قناه بتجيب لنا كل شيء. انا ليا الو استاذ عبد الجواد هستاذنك تطفي التلفزيون لو سمحت. نعم. اطفي التلفزيون، اسمعني بالتليفون بس. لو سمحت يا فندم اطفي التلفزيون واسمعني من التليفون بس. طيب معلش حاول تكلمنا مره ثانيه. استاذ عماد صباح الخير. صباح الخير يا فندم. اتفضل. تحياتي لحضرتك وتحياتي للاستاذ وائل. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. دلوقتي كان عندنا مشكله بخصوص مشروع جمعياتي. اتفضل يا فندم. تمام يا فندم. انا مقدم واخد التصريح من التدول الاجتماعي، انا واخد تصريح من التدول الاجتماعي للتنميه. واخد فندم شطبت الفرع بتاعي فرع نموذجي. تمام حضرتك؟ تمام. كل المشكله يا فندم من الحي انا ترى حي الزاويه الحمراء. حي الزاويه الحمراء يا فندم متعنت معايا مش عايز يطلع لي الرخصه. فانا يعني بستاذن حضرتك لو امكن ان انت ممكن حضرتك تديني ترخيص مؤقت ان انا اشتغل بيه، ان انا اخلص كل الاجراءات والورق بتاعي في البنك. هل في سبب محدد بيستند اليه الحي ولا كده يعني؟ لا يا فندم مفيش اي حاجه. انا البيت اساسا البيت اللي انا واخد فيه المحل، انا واخد المحل 5 سنين. يعني هو تعنت بدون سبب؟ بدون اي سبب يا فندم. فانا بترد حضرتك، انا ممكن اخد من وزاره التموين ترخيص مؤقت اشتغل بيه، مفيش اي حاجه على البيت، البيت اساسا ليه رخصه. أيوه. البيت اللي انا فيه الزاويه الحمراء كلها حضرتك عارف ان هي كلها عشوائيات ومساكن شعبيه. تمام يا فندم. تمام. فانا بستاذن حضرتك ان انا اخد ترخيص مؤقت يا فندم، ده بعد اذن سعادتك. طيب انا بس أنا الحاجه اللي انا ممكن اوعدك ان انا اعملها ان انا اتدخل مع الحي واعرف السبب ايه. تمام. ده الحاجه اللي انا ممكن اوعد حضرتك بيها. انا ممكن يعني بجد يا فندم اجي لحضرتك ان انا اكتب واشرح لك الموضوع بالتفصيل. طبعا انا مكتبي مفتوح لحضرتك في اي وقت، تشرفني. ربنا يخليك. بس برضو انا بذكر بس لسيادتك علشان اقول لحضرتك بالظبط ايه اللي هيتم، ان انا هتدخل مع الحي عشان اعرف السبب المباشر. انا بشكرك يا استاذ عماد، ولو سمحت سيب تليفونك مع زمايلي هنا وان شاء الله نتواصل معاك. ما هو نتواصل معاه عشان يحدد ميعاد مع حضرتك بس. استاذ ايمن صباح الخير. الخير يا فندم. صباح الخير. صباح الفل. والله عندي مشكله، انا عندي مشكله حضرتك. عندي ولدين. الو. ايوه فندم. انا سامعينك يا فندم، اتفضل. عندي ولدين، واحد عنده 11 سنه والثاني عنده 9 سنين، وكل ما اروح التموين عشان انزلهم يقول لك انت مش موجود في مصر. مش موجود في مصر؟ يعني ايه يقول لك انت مش موجود في مصر؟ انت خارج البطاقه، ما ينفعش تعمل اي اجراء في البطاقه. يعني انت مش موجود لأنك في مصر؟ لانك انت خارج بره مصر. قلت له انا ما سافرتش بره مصر الا مره واحده بس. وجيت عملت عمره وجيت. قال لي لا والله دي مشكله مكتوب عند السيستم ان انت مش موجود في مصر. قلت له طب ازاي؟ طب انا بصرف بالبطاقه بتاعتي، ازاي مش عايز تنزل لي عيالي؟ قال لي ما اعرفش بقى والله، دي تروح مكتب التموين معاك. طيب برضو نفس الكلام، سيب نمره سيادتك، انا ما شاء الله هاخد نمر كتير يعني. حاجه هو الغد ماشي، هنراجع مساء بس هرد على بس طيب. الاستاذ صلاح اتفضل. ده استاذ ايمن اخر واحد اتصل. هرد على استاذ ايمن. طيب. هو طبعا هي هو وزاره التموين عامله تنسيق مع الجوازات ولا ايه؟ بالظبط فعلا؟ بالظبط طبعا. ده انا بقولها بهزر والله طبعًا. انا ما اعرفش انا بجد. الداخليه والجوازات بالظبط. تمام. فطبعا يعني اصلحت الاحوال المدنيه. يعني سافر عمره ورجع، فليه ما انا هتقصى بقى اشوف موضوع عشان ما لما الشكوى بتيجي لازم اتقصى وراها، لان طبعا لو هاخد الشكوى من المواطن
از اتس كده يبقى انا كده خلاص يبقى انا بسلم بيها انها حقيقه واقع. لازم اتقصى في الموضوع علشان اعرف الموضوع بالزبط. تمام اشكرك يا فندم. وهتسيب رقمك يا استاذ ايمن. ناخد استاذ محمود من الغربيه. صباح الخير يا فندم. صباح الخير حضرتك. اتفضل حضرتك. انا بقدم في مشروع شباب الخريجين. ده تبعكم؟ آه مشروع ايه في شباب الخريجين يا فندم؟ كنت مقدم على وقت البوتاجاز فقالوا البوتاجاز ما عادش فيه مش شغال. ففي ايه ثلاجه في مشروع اللي هو على سياره واحد طن. حضرتك السن بتاعي يعني حضرتك دلوقتي خلاص دخلت على سنه 45. حضرتك تقصد مشروع تحيا مصر؟ اه اللي هو مكان البوتاجاز. طيب ماشي حاضر يا فندم. طب بيعمل ايه يا فندم؟ لو هو قصده على مشروع تحيا مصر برضه هيتوجه للصندوق الاجتماعي للتنميه في المحافظه بتاعته وهيسال على الاستفسار اللي موجود فيه. طبعا ده هيكون مبادره ثلاثيه ما بين الصندوق الاجتماعي للتنميه وما بين صندوق تحيا مصر وما بين وزاره التموين والتجاره الداخليه. ان انا كوزاره التموين برضه بوفر له السلع، الصندوق الاجتماعي للتنميه بيوفر له الفلوس بيشتري بيها السياره تحيا مصر دي بالحمولات من 5 طن لحوالي 5 طن. دي بتكون شراكه ثلاثيه ما بين الثلاث شباب، لازم يكون واحد منهم معاه رخصه قياده وبيتوجهوا لمناطق ثابته. يعني هو بيكون معاه السياره، السياره دي مجهزه باجهزه تبريد، بيتوجه لمكان انا اللي بقول له على نواته المكان ده يتوجه فيه. الكلام ده كله مربوط بتراكنج سيستم محدد انا حاططه له بسيم كارد محطوطه له في العربيه بحيث ان انا اعرف هو واقف في المكان ده قد ايه واتحرك منه امتى وباع فيه قد ايه. طيب انا بشكرك طبعا على الاجابه دي. يعني قبل بس ما اوصل كمان وسع حضرتك كمان سؤال او اتنين يا فندم قبل ما ننهي الفقره، في حاجه افتكرتها دلوقتي مهمه جدا لان الحقيقه انا بيهمني قوي. مش عايزه اقول اشاعات بس حضرتك عارف ايه، احيانا مثلا يقول لك وزاره التموين بتنزل وجبات مثلا باسعار تنافسيه للمواطنين فتلاقي على فيسبوك مثلا وكده صوره نازله لشكل فراخ بريء جدا مثلا وشكلها مش حلو ولونها غريب ويقول لك هي دي الفراخ اللي بتوزعها وزاره التموين، فده يعمل بلبله عند الناس. انا بتكلم بقى عموما، ولسه لسه لسه قريب قوي منزلين صوره كده عاملين لها سيركيليشن عاليه كمان. تمام. ايه الجوده اللي بتنزل بيها المنتجات اللي تبقى سواء في العروض كون وجبتك او عموما منتجات وزاره التموين اللي بتنزل في الجامعات الاستهلاكيه، الفراخ واللحمه التونه انواع التونه السمك الحاجات دي كلها بجد؟ طيب. ايه الجوده فيها يا فندم؟ طيب بص حضرتك، انا بنشرف طبعا على توزيع منظومه اوراق الدواجن. دي سيارات بتنزل بتبيع في اوراق الدواجن. اوراق الدواجن دي كانت مبادره مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن. ان هم يدينا باسعار مدعمه الاوراق. يعني الاوراق دي مدعمه على 1.5 جنيه يا فندم. بالزبط. فالسعر ده الصراحه خض الناس كمان. ده فراخ، يعني الفراخ دي عليها بلدي نفس الكلام والناس بتشتريها، حتى انا نفسي بشتريها لبيتي. فطبعا انا بقول لحضرتك يعني بتراعى فيها اقصى معايير الجوده، لان طبعا المواطن، مش بقول لحضرتك المواطن هو ايجابي. بمعنى ايه؟ بمعنى لو حضرتك فيها مشكله اللي حضرتك ذكرتيها مش هتلاقي حجم المبيعات الهائل اللي احنا بنشوفه ده. يعني احنا بنحقق يعني شركات المجمعات بعضها، يعني طبعا مش كلها، حققت مبيعات كبيره جدا وصلت ل 150%. يعني عملت مور ذان دبل. يعني مشروع الاوراق دي نجح جامد ما شاء الله. طبعا احنا بنوزع. بقول لحضرتك في ضغوط من المحافظين. هي لسه موجوده؟ لسه موجوده، وان شاء الله في الاسبوع اللي جاي الثلاث والاربع والخميس في محافظات في القاهره وسوهاج واسوان والغربيه والمنوفيه والدقهليه والجيزه. طب استفيدوا يا جماعه من العروض دي، لانه لما تبقى كيلو الوراك ب 9.5 جنيه ده الحقيقه سعر كويس جدا. احنا ممكن نجيب كذا كيلو ونخزن في الثلاجه. المحافظين الساده المحافظين يوميا اتصالات عليا وعلى معالي الوزير هاتولنا تاني، ابعتوا تاني. فطبعا دي لو هي سلع رديئه او سلع فيها مشكله مش هيكون عليها ضغط، لان كمان ست البيت بتفهم الصراحه. لا وغير كده بيبلغوا بعض الناس بالذات في القرى وفي المناطق في الاقاليم بيبلغوا بعض، الحق العربيه واقفه في الحته الفلانيه، فهتلاقي كله بيتوجه. هتفضل موجوده في رمضان العروض دي؟ طبعا يا فندم طبعا. طب ده شيء رائع كمان. طبعا يعني ده رمضان ده هو الاساس بتاعنا. يعني انا حبيت بس اتكلم في موضوع بالذات الاوراق دي، لانه انا فاكره بوست كنت قريته على فيسبوك من كام يوم. طبعا احنا عندنا للاسف اي حاجه كويسه بتتعمل على طول في ناس بتحب تشكك فيها، فكانوا حاطين كده صور لوراق فراخ شكلها وحش جدا، وكانوا بيقولوا هي دي وراق الفراخ اللي وزاره التموين عماله تقول ان هي بتوفرها بسعر 9.5 جنيه للكيلو. فاحنا كده اطمنا انه الكلام ده مش مظبوط وانه الجوده نازله عاليه لدرجه انه المحافظات كلها بتطلب لغايه دلوقتي من الوزاره ان هي تديها كميات ثانيه. من منوفيه استاذ ربيع. صباح الخير يا فندم. مشكله البطايق التموين. بطايق التموين بتيجي تعطل، بتقعد 50 يوم وبيجيبوا الجديده ما بتكملش 4 شهور وبتعطل ثاني، وبيقولوا شركه. فاحنا عايزين نعرف ايه المشكله، لان كده احنا لا في تموين ولا في اي حاجه خالص،
وطبعا التموين هنا في أشمون مفيش اي ميزات خالص. يعني مفيش سلع بحضرتك تقصد؟ لا في سلع، والعيش طبعا بيدي ورقه من مكتب التموين بيدي نص الكميه. مفيش ورق خلاص يا استاذ؟ ايه مفيش ورق خلاص؟ لا هم هنا ماشيين بكده، هنا في المنوفيه في أشمون ماشيين كده. وطبعا البطايق ما بتكملش وبتقعد 50 يوم على بال ما تيجي، ما بتكملش 4 شهور تاني وتبقى جديده زي ما هي وتعطل تاني. ويقول لك الشركه السبب مالناش دعوه. ايوه يعني انا البطاقه ما كملتش 4 شهور وعملتها من جديد بقى لها 50 يوم من 8/3 دلوقتي ما جاتليش. طيب حضرتك برضو نفس الكلام، خد رقمي. طيب يا استاذ، ربيع سيبي رقمك بعد اذنك، سيب رقمك مع زمايلي. سيب رقمك مع زمايلي، خلاص تمام حصل. طيب لو سمحت سيب رقمك عشان هنكلمك ان شاء الله. استاذ عماد اتصال من الجيزه، صباح الخير يا فندم. صباح النور، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت حضرتك انا عندي مشكله، البطاقه بتاعتي ضايعه بقالها سنتين وقدمت 5 حوالات لمكتب تومين الوراق ولغايه دلوقتي البطاقه ما طلعتش، وانا اللي عارف اصرف عيش، انا بصرف تومين بس مش عارف اصرف عيش ومعايا طفلين وانا سواق تاكسي. طيب حضرتك تابع المكتب كل 48 ساعه تلاقي بطاقتك هناك. اسف انا تعبت، انا اقسم لك بالله تعبت، فانتوا حسوا بينا يحس بكم ربنا. حاضر. انا اقسم بالله تعبت. حاضر يا فندم. هو بس انا بطلب بس منه ان هو يتابع المكتب كل 48 ساعه، لان كل البطاقات البدل فاقد والفصل الاجتماعي 48 ساعه بالظبط. طيب. يعني كل يومين يتابع فيها المكتب يشوف البطاقه بتاعته صدرت ولا لسه. طب كل يومين لمده كام سنه؟ لا مش اساسا ده هو لحد شهر 5 اللي جاي. عايزين برضه بس المواضيع تمشي بسرعه يا استاذ وائل. طيب يا استاذ عماد تابع بعد اذنك كده، اصبر 48 ساعه وتابع تاني مع المكتب ان شاء الله. استاذ مصطفى من المنيا، اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا فندم؟ يا اهلا بيك يا فندم. اتفضل. حضرتك يا باشا انت بتقول دلوقتي ان انا ما عنديش مشكله بالنسبه للسلع وكده، وبتقول ارضى يعني بالنسبه للرز وكده ان اقل حاجه 4.5 تمام؟ حضرتك انا عندنا في المنيا في مركز بلمازار وده مركز تجاري، اقل شكاره رز ب 125 جنيه يعني اللي هو يعتبر اردى انواع رز تمام؟ فدلوقتي الكيلو في الجمله هيعمل 5 جنيه، لما يجي يبيع سجل القطاعي بيبيعه ب 6 جنيه 7 جنيه تمام، وبالنسبه للرز مش كويس تمام، يعني استغفر الله العظيم كده البلدين ما تاكلوش تمام. تاني حاجه احنا بنتكلم دلوقتي في موضوع المشكله ومش مشكله، احنا بنتكلم في مشكله فنقول المشكله نفسها عشان خاطر نقدر نحلها تمام. تيجي للبطاقات التومين، بطاقات التومين عندنا هنا بيدوا دلوقتي انت حضرتك بقال تومين الزيت كيلو رز البطاقه. لا انت بقالت تومين يقول لك انا ما عنديش كده يا استاذ مصطفى. استاذ مصطفى ايوه معاك حضرتك. حضرتك بقال تمويني؟ لا مش بقال تمويني، انا مواطن عادي. مواطن عادي بس. تمام يا فندم اتفضل. كمل يا فندم. خلاص هو طيب معلش الخط قطع عندك رد ليه يا استاذ وائل؟ ما هو الرد ما انا بقول لحضرتك انا لما هو مواطن بيجي يقول لي في مشكله فبقول له طيب المشكله دي لازم يكون فيها ليها انديكيتور على الارقام اللي عندي. طالما ما لهاش انديكيتور بنزل فريق عمل من عندي بتقصى الحقائق من الشارع. طيب. فلحظه بلحظه هو المشاكل دي كلها بترصد سواء من الشارع من المواطنين لما بيجين بيبلغوني او من فريق العمل. طيب استاذه منى من بورسعيد صباح الخير يا فندم. اتفضلي. انا بس عندي سؤالين. اتفضلي. السؤال الاولاني، احنا من بورسعيد الزيت ما بقالنا كام شهر مفيش زيت نهائي، مفيش زيت نهائي خالص في بورسعيد، والنقط بتاعه العيش حلاوه تونه مش عارفه ايه وكده. وبعدين لما دخلت قلت لها فرع الكومبراتيف اوكي هاخد اللي موجود، قالت لي طيب كل 30 جنيه عليهم ازازه زيت. دي اول حاجه. ثاني حاجه، ليه ما بتعملوش خدمه مباشره مع وزاره الجوازات بحيث ان اللي بيسافر بره مصر ما يستفادش بالتموين، يبقى احنا كده بنوفر للبلد. ما هو لسه استاذ وائل رادد من شويه ان في فعلا تنسيق مع الجوازات. لا مش في كل المحافظات الكلام ده، مش في كل المحافظات، وانا بتكلم عن ثقه. شكرا يا فندم، مع السلامه. طيب انا بشكرك يا استاذه منى، ايه رايك؟ طبعا انا طبعا مش هرد عليها على موضوع السلع لان انا رديت اكتر من 3-4 مرات. موضوع الجوازات ده طبعا بس معلش برضو يا فندم تاني برضو لما يتقال لهم ان على كل مبيعات 30 جنيه هتاخدوا ازازه زيت، ده تمام؟ هي بتقول كده يعني على كل شراء 30 جنيه بياخدوا ازازه زيت؟ لا يا فندم لا
هي بتقول ان لو هي في بقال هي بتتعامل معاه عمل الاسلوب ده وعمل تتصل على خط 19280 وتبلغ. طيب. يعني هي المواطن لازم يبلغ على خط 19280 ويقول لي ان في بقال اسمه فلان الفلاني في المكان الفلاني ده عنده مشكله. طب يا استاذه منى اللي لسه مكلمانا دلوقتي, استاذ وائل بيقول لك ان مش المفروض ان ده يحصل, مفيش حاجه اسمها ان هو يقول لك على كل 30 جنيه ليكي ازازه زيت, لو حصل ده تاني معاكي لو سمحتي اتصلي ب 19280 بلغي في البقال اللي بيقول لك كده لو سمحتي. طيب, والتنسيق مع الجوازات ده على كل المحافظات بالظبط فعلا. طيب. اصل التنسيق ده بيتم على مستوى الجمهوريه. استاذ طه الاليوبيه, صباح الخير يا فندم. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحيي حضرتك والعاملين في القناه والدور العظيم اللي بتقوم بيه لخدمه المواطنين. ربنا يعزك يا رب, اتفضل يا فندم. وبحيي سياده المسؤول اللي قاعد جنب حضرتك, ساعه صدره جميله جدا وبلتمس في الناس ان المنظومه لسه جديده والسيستم جديد علينا واحنا شعب لسه طيب, فيطولوا بالهم على المسؤولين شويه طالما الشيء ماشي في السليم. لكن انا كنت عايز اتكلم في موضوع خارج السياق ده خالص يا فندم مع اذن حضرتك. طيب سريعا بس يا فندم معلش عشان احنا معانا اتصالات كتير, اتفضل. حاضر يا فندم. حاضر يا فندم. انا عندي انا راجل حبيت بنت وبنيته بقالي واحده قدمت كل المستندات المطلوبه. لا الصوت معلش. وفي مواصل مستقصدني يا فندم, فانا بلتمس من حضرتك وتوجهي معايا للسيد وزير الاثار ان يبحث امري هو السيد رئيس الجمهوريه. انا راجل مواطن بسيط بعود اربع سيدات رزقي على الله وكونت نفسي ما فيش. انا مش سامع يا من بعد الثوره يا فندم. حضرتك عارف تسمع يا استاذ وائل الصوت؟ احنا مش عارفين نسمع. طب حد لو سامعين يا شباب تقولوا لي بس بيقول ايه بدل ما نعيده الكلام تاني كله, انا مش سامعه. طب استاذ طه معلش حاول تكلمني تاني بعد الهوا لو سمحت, وسيب رقمك لو سمحت معلش. استاذ فرج اسكندريه, صباح الخير يا فندم. الو صباح الخير يا فندم. صباح النور. ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله كويس, اتفضل. حضرتك دلوقتي عندي نقطتين هسال الاستاذ فيهم. احنا عندنا في برج العرب هنا مفيش اي مكان اللي بيقول عليه استاذ خالص, مفيش برج العرب, مفيش جمعيتي, مفيش مفيش لا جمعيتي لسه طبعا, مفيش مجمعات يعني توصل, مفيش مجمعات استهلاكيه, مفيش, ما عندناش خالص برج العرب يقول لنا على اي مكان, مفيش خالص. طيب حاضر. طيب برج العرب يا فندم. تاني نقطة حضرتك دلوقتي بيقول الأسعار كلها تمام, مفيش أي زيادة, مفيش أي زيادة. دلوقتي الدولار بيزيد والحاجة دي بتيجي من بره, اللحم والحاجات دي بتيجي من بره, من المفروض الطبيعي إن هي تزيد, صح يا فندم؟ كمل يا فندم سؤالك. كمل سؤالك يا فندم. يعني المفروض في زياده مش في اسعار ثابته دلوقتي. يعني هو بيسال ازاي الاسعار مش هتزيد مع ان احنا عارفين ان الدولار بيزيد. تمام. طيب انا بشكرك. الدولار بيزيد المفروض الحاجه تزيد بس يا فندم. انا بشكرك يا استاذ فرج, وانت حضرتك متاكد ان برج العرب ما فيهاش اي مجمعات استهلاكيه في اسكندريه؟ طيب عشان ده خلاص كده استاذ وائل هنشتغل على موضوع برج العرب ده نشوف بعد اذنك. لا ما هو جمعيتي بقول لحضرتك ده هيغطي كل قريه وكل ناجع فيها جمعيتي وفيها مجمع استهلاكي. فهو ده صوره مصغره من المجمع الاستهلاكي ومطوره من البقاله التمويل, يعني هي ربط ما بين النموذجين. تمام. في حاجه بقى بس اتفضل. المواطنين شغلين دماغهم جدا بموضوع زياده الدولار, وموضوع زياده الدولار دي زياده موازيه بمعنى انها زياده سوق سوداء, بمعنى ان السعر الرسمي اللي بيغطي السلع الاستراتيجيه واللي بيغطي الادويه واللي بيغطي لم يزيد يا فندم. بس الادويه سعرها زاد يا فندم. معنى الادويه سعرها زاد علشان الادويه مدعمه من وزاره الصحه, دي قصه ثانيه, يعني قصه مختلفه. طيب. لكن انا بتكلم على ان الدواء, ما هو عشان كده المواطن غصب عنه لما يشغل نفسه بسعر الدولار, لانه في النهايه لما بينزل يشتري دواء كان لسه بيشتريه من شهر ويتقال له انه زاد 5 6 10 جنيه. لا ما زادش بسبب الدولار, لا زاد بسبب ان شركات الادويه نفسها بتكون محتاجه زياده الدعم يقل شويه. طيب. لكن في حاجه برضه بذكرها لسيادتك, ان انا كمورد او كمثلا حتى انا كمستورد زيوت, لما باجي بستورد عن طريق هيئه السلع التموينيه, هي اللي بتحاسب لي. فبحاسب له ازاي؟ بحاسب له بالسعر الرسمي. السعر الرسمي ما زادش, السعر الرسمي لسه ستيل زي ما هو, ستيبل زي ما هو مستقر. فطبعا هو الناس شغله نفسها بالموضوع ده, فانا بقول للناس ما تشغلش نفسها بالموضوع الكبير ده, الموضوع بسيط جدا. وان شاء الله ازمه الدولار ان شاء الله البنك المركزي بسياسه مصرفيه واعيه هتعمل على ثبات السعر اللي هو الرسمي. وان شاء الله اخر سؤالين بس سريعا جدا لحضرتك معلش. اتفضل. حضرتك ولا الناس؟ لا طيب. لينا كلنا. ما انا من الناس يا فندم. طيب هل هنزود في النيه نزود المواليد الجدد على بطاقات التموينيه ان شاء الله؟ ده يا فندم ده اللي بيتم دلوقتي. خلاص نطمن لده. الاستمارات اللي الناس استعملتها في شهر نوفمبر اللي فات
هتشوف نتيجتها ان شاء الله في شهر 5 وباذن الله ان النهارده اي حد يولد جديد ان شاء الله يستنى بس شويه علينا يعني نخلص احنا المواليد اللي فاتت. طيب هو كده كده المولود يعني مش هياكل الزيت وسكر اول شهرين ثلاثه مثلا يعني. طيب المجمعات الاستهلاكيه امتى باذن الله نشوفها فعلا يعني من الكفاءة والجودة ان هي تنافس فعلا البراندز والمحلات الكبيرة بقى؟ حضرتك لو مثلا لو رحتي مثلا شارع الطيران في مجمع استهلاكي كده روحي وبصي وانا عارفة. عايز اعرف عارفة لان هو وفعلا فخم. طيب جدا. لو رحت اسكندرية رحتي كفر عبده هناك في مجمع استهلاكي مش عايز يعني انا عايز بس الرؤية هي اللي تروح لان رحنا ساعتها رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ووزير التموين والتجارة ووزير التخطيط نيابة عن رئيس الوزراء التلاتة راحوا علشان يفتتحوا مجمع استهلاك هناك. مجمع استهلاك عادي جدا صح؟ الناس راحت انبهرت يعني انبهرت بالسيستم انبهرت بالاداء حتى الموظف اللي واقف واللي موجود على مستوى عالي جدا من الاداء والكفاءه. مش هنلاقي ان شاء الله مش هنلاقي في الجامعات الاستهلاكيه. احنا بنطور بس طبعا احنا مش بنقول التطوير ده بنسبه 100% لكن احنا بنطور على قد ما بنقدر لحظه بلحظه واحنا عايزين المواطن هو ده اللي يحس بالتطوير. طيب مش هنلاقي في اي مجمعات استهلاكيه ارفف خاليه من المنتجات، هنلاقيها ان شاء الله مليانه وموجوده دايما. خاليه دي مثلا هتكون لحظات قليله يعني اكيد طبعا في لحظه اللي هي الابلاغ عن ان في سلعه مثلا تمام مش موجوده على بال ما يجي الامداد. طيب انا بشكرك جزيل الشكر استاذ وائل عباس معاون وزير التموين، شكرا يا فندم على ساعه صدرك فعلا زي ما الساده المواطنين قالوا على تقبلك لكل الاتصالات اللي جت. ارجوك برج العرب في اسكندريه ما ننساش ان ما فيهاش مجمع استهلاكي طبعا مش برج العرب بس ده في مناطق كتير جدا طبعا لكن احنا بنقول على مثال من متصل قال لنا برج العرب ما فيهاش مجمعات استهلاكيه. وتاني بفكر بس استاذه نبيله استاذه منى استاذ ربيع من المنوفيه استاذ صلاح اسكندريه استاذه اميره استاذ صلاح بورسعيد استاذ احمد من البحيره استاذ عماد من الزاويه الحمراء اللي كان عايز يتكلم على جمعيتي واستاذ ايمن اللي عنده ولدين 11 و9 سنين. ارجوكم اتصلوا بينا لو ما سبتوش ارقامكم اتصلوا بينا بسرعه خلال الخمس دقائق اللي جايه دي سيبوا ارقامكم علشان باذن الله استاذ وائل هيتواصل مع حضراتكم. بشكركم جزيل الشكر يا رب نكون دايما عند حسن ظن حضراتكم نكون بنقدم المواضيع اللي فعلا اقرب لقلوبنا واقرب لحياتنا اليوميه اللي تهمنا جدا في مصر. غدا ان شاء الله يتجدد اللقاء بكره باذن الله 25 ابريل نحتفل ان شاء الله مع بعض بذكرى عزيزه وغاليه جدا على قلوبنا كمصريين، ذكرى فيها انتصار لينا فيها عزه وكرامه، ذكرى الحقيقه خلتنا لغايه النهارده رافعين راسنا لفوق بتفتخر انك انت مصري بحاجات كثيره جدا منها اكيد اللي ابطالنا في القوات المسلحه المصريه سجلوه من تضحيات وقد ايه فدوا نفسهم أنفسهم من أجل رفعة وعزة هذا الوطن. غدا بإذن الله يتجدد اللقاء في تمام التاسعة صباحا في صباح دريم.